السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن وصلنا في الحلقة هذه للمرحلة الثانية اللي هي عمل أو خلق ظلال وضوء على الصورة، أو بما يسمى حرق وتبييض، لكن الحرق هنا هدفه خلق ظلال للصورة للشخص أو للوجه. هنا في ليرين استخدمناها فاضية، راح أشرح لكم عليها الآن كيف نشتغل عليها. الليرين نسويها اثنين، نضغط مرتين كلهم نحولهم لسوفت لايت، كلهم نحولهم لسوفت لايت، بحيث انه واحد للحرق واحد للتبييض. نقدر هنا نكتب حرق ونقدر هنا نكتب تبييض، يعني عشان ما تضيع الليرات. انا ما راح اكتب شيء، انتوا بعدين اكتبوها لو حابين تعالجوا نفس المعالجة. طيب أخذت الفرشة ونفس القيمة 9% ونفس الخاصية هذه اللي قلت لكم على قوة الضغط أقدر أتحكم فيها، وأحاول أخلق ظلال في الصورة عشان تبرز، بالذات بعد ما ضاعت لما سوينا توحيد اللون. يمكن التأثيرات مو باينة كثير، لكن لما نشيل العين من هنا راح تلاحظوا، شوفوا الفرق في ضوء، يعني صار في ظلال مع اتجاه الضوء. أنا اشتغلت على ليرة ثانية، معليش أسف. نفرض هذا اللير الأبيض، معلش نرجع للير حق الحرق. طيب نروح اللير الثاني وناخذ اللون الأبيض هنا عشان نسوي ضوء أو نختلق الضوء اللي احنا نبغاه، اللي نبغاه بتناسق معين. أول كان اللمعان مخرب علينا الموضوع هذا كله. مهم جدا الليرات هذه تكون سوفت لايت، لانه لو ما هي سوفت لايت طالعه، هذه لو ما هي سوفت لايت، سوفت لايت افضل. نرجع كده ورا. طيب القيم الموجوده في هذه الليرين ممكن نرجع نتلاعب فيها او نحسنها بعد المرحله اللي جايه. طيب احنا كده قبل بعد، نرجع من الاول، نجي اول شيء اللير هذا شلنا الشوائب اللي في الوجه، هذا اللاير شلنا فيه الشوائب اللي في الوجه، هذا اللاير أو هذه اللايرين كانت مساعدة في تحسين لون البشرة أو توحيد لون البشرة. بعد كذا أزلنا اللمعان اللي في الوجه، بعد كذا حطينا أماكن للظل، زودنا أماكن الظل اللي اختفت نسبيا من مرحلة توحيد لون البشرة، بعدين حطينا ضوء. القيم اللي في اللايرين الأخيرة حق الضوء والظل أو الحرق والتبييض ليست قيم ثابتة، لأنه المراحل اللي بعدها راح تبين إحنا إيش راح نسوي في القيم هذه. طالما إنها ليرات نقدر نرجع لها في وقت ونغير قيمها، مو مشكلة. تابعوني الحلقة اللي بعدها.